فنانة تشكيلية عصامية مغربية. مرحبا بكم في المعرض ديالي اللي هو المعرض اللي هو كان الذكرى ديال المسيرة الخضراء اللي هو حدث هو عالمي والصحراء المغربية. وكنت بغيت نعمل بهذه الذكرى، عملت المعرض اللي هو اللي كان ملاحظة فيه هو كيتعلق بالثقافة المغربية، بالملابس التقليدية، بالتراث المغربي، بالقح، والألوان كانوا فيهم ألوان مغربية طبيعية اللي كنلقاوها في الملابس ديالنا التقليدية، كنلقاوها في الطبيعة ديالنا اللي كنلقاوها كاينة عندنا موجودة، لا في المنازل ديالنا لا في التراث ديالنا. الحمد لله اللي حنا عايشين في المغرب، اللي عندنا جميع الألوان في أي منطقة من الشمال حتى الجنوب، وعندنا ثقافات الحمد لله اللي كنفتخروا بها كمغاربة، وعندنا تراث مغربي اللي هو معترف به. وكنت بينته بزاف في هاد حاولت نبينه في هاد اللوحات ديالي، لان كنت كان في ما كان تبني شي حاجه كنعملها بشوق بلهفه باحاسيس، لان انا مفتخره ان هاد الشيء انا كنتمي ليه. واللوحه ديالي اللي كانت كتمثل المعرض كنت درت فيها المسيرة السلبية، وترت فيها الزنين المغربي اللي هو معروف على الصعيد العالمي، كما أن المسيرة كانت سلمية، كما الزنين كان فيه كنت ترت فيه أنه ديالنا ولكن بطريقة سلمية، ومعروف أنه زنين مغربي. والألوان كنت دائما كناخذهم بأي حاجة كتكون زعما في المغرب، ثقافة، تراث، في الملابس، أي حاجة، هما دوك الألوان اللي كتحسوا بيهم كيكونوا شوية فاقعين. ولا شفتو كنخدم بالأحمر أحمر وأصفر أصفر وأزرق أزرق، يعني الحمد لله لأن السماء فرقت، الحمد لله لأن الشمس، الحمد لله. يعني كيفاش أنا غنكون عايشة في هاد البلد ما غاديش نرسم بالالوان ديالها؟